شفنا برضو الاخبار من وان ثري، مهندس ايهاب الهيطه مدير المنتخب قال ان هو يضم عبد الله السعيد ووليد سليمان لقائمه المنتخب في كاس الامم الافريقيه، واعتقد ان مستر اجيري هيكون محتاج بعض الخبرات في هذه البطوله اللي ممكن ترجح كافه المنتخب في بعض المباريات اللي ممكن تكون صعبه جدا، يعني خصوصا لما ماشيين بالتفكير اللي هو عامل السن وهم عايزين ينزلوا بمعدل الاعمار شويه، لكن انت في بطوله محدده بفتره محدده لازم ان انت تحاول تستفيد بشكل كبير جدا من الخبرات.